مع ضيفنا الشيخ عبد العال أبو السعود نائب رئيس الاتحاد الإقليمي لجامعات الهلال لشمال سيناء وشيخ قبيلة الأخرسة. أهلا بك معنا. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك نقول فيك. كل سنة طيب. ومصر كلها طيبه، واحنا في بمناسبه كل سنه وانت طيب. الشهر الجميل ده جمع ميلادين لرسولين، هو السيد المسيح عليه السلام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم السلام. في شهر واحد، وده مدلول علشان يكون في مصر مدلول جميل جدا ان مصر نسيج واحد عمره ما يختلف او يتغير. فاحنا بنهنئ الامه المسيحيه ونهنئ الامه الاسلاميه بميلاد خير الرسل. وممكن نقول كمان حاجة تانية، أن الاتنين رسل من عند الخالق سبحانه وتعالى، نعم وأن الدينين من عند الله سبحانه وتعالى، اكيد، والاتنين يدعو تماما إلى مكارم الأخلاق والى الحب وإلى والى الحب السلام. وإلى السلام، نعم، ولنسمع لدعاء الرب سبحانه وتعالى في أن يظهر الحب والمودة فيما بيننا. ان يعني شاء الله ان شاء نتمنى الله أن هذه الرسالة ان تصل. شاء الله. الدستور والاستفتاء على الدستور وقراءتك اللي أمس وأول أمس، كيف احنا تقرأها؟ كنا بنسمع اغنية احلى ولد ولدي، اجمل بلد بلدي. على فكرة هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. الصورة اللي بتتكلم في القرآن عن مصر هي صورة يوسف. ربنا في بداية الآيات بيقول ايه؟ نحن نقص عليك احسن القصص، احسن القصص على احسن شعب في احسن بلد. ثم في الآيات يقول ايه؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. سيدنا يوسف. سيدنا يوسف افضل خصال الرجال الكرم، افضل خصال الرجال الكرم، يبقى افضل خصال اهل مصر الكرم. الحاجه الجميله جدا، هذا الشعب الصادق، قالت امراه العزيز فذلكم الذي راودته عن نفسه، فذلكم الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شفت الجمال ازاي؟ تعترف اعتراف صادق حتى لو عن الآن نفسها. حصحص الحق في الآيات بعدين الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. شوف الجمال، شوف الصدق. على فكرة ربنا نجاهم بالصدق. وفي نهاية الآيات أو في نهاية السورة بيقول إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. آمنين. أعتقد إن بلد فيها هذه المقومات التي يصفها الله سبحانه وتعالى فعلا أحسن بلد بلدي. تعال نتفق أو نختلف، أنا أعلم أو أقرأ أن الدولة القوية معارضة قوية. الدولة القوية معارضة قوية. تشرشل في الحرب العالمية الثانية فاز الحزب بتاعه باكتساح. فجاء أحد رفقاء الكفاح ويبشر تشرشل بفوز الحزب البريطاني باكتساح. تستغرب تشرشل يعمل له إيه؟ ينهره ويقول له نحن دولة متنامية الأطراف، إن لم تكن لنا معارضة قوية فسوف نفشل. وفشلت بريطانيا الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، لان ما فيهاش معارضه قويه. فانا هذا المفهوم، هذا المفهوم على فكره مفهوم خطير، تمام، يجب ان نعمقه في المجتمع. انا بس نتفق على حاجه تانية، اتفضل. نتفق على ان احنا معارضه كانت، مؤيدين كانوا، مصلحتنا بلدنا. الله يفتح على ما انا بقول، في قاسم مشترك اللي هي مصر. عايز اعرف لحضرتك من هو المعارض بلغه المعمار. المعارض هو العامل اللي بيناول البنا الطوب والاسمنت ويلمح الجدار يقول له ارجع، لان الجدار بدا يحيد الناحيه الثانيه، ارجع الجدار بدا يتعود الناحيه الثانيه، عشان الجدار يعلى. لما يعلى الجدار هيضلل على الكل، لكن لو الجدار مال هيجي على الكل. فتعالى انا كنت اتمنى تبقى حته مايله، تبقى حته مايله. فانا كنت اتمنى ان تكون هناك شيء للمعارضه في الدستور. عايزين معلش ثقافه الحوار ثم ثقافة المعارضة ثم ان احنا بعد النهاية نحط ايدينا في ايدين بعض ونطلع. ده المفاهيم الجميلة اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نتعلمها. ده الواقع. انا كنت اتمنى ان الشعب المصري يخرج بكرة امبارح واول امبارح، واللي يقول لا يقول لا، واللي يقول نعم يقول لا نعم. عايزين نعرف ايه مفاهيم النعم ومفاهيم لا. يمكن انا بقول لا لان لا فيها خير البلد، والتاني بقول نعم لانه رأى ان الرؤية هي خير البلد. اذا هناك قاسم مشترك وهو مصر، تعال نتفق عليه. وأنا بأناشد الشعب المصري جميعا، أقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء وهي مصر. نختلف في الرؤى ونختلف في التوجهات ونختلف في المذاهب ونختلف في الأحزاب، ولكن نتفق على ثابتة وهي الله وهذا الوطن. تمام. فإحنا عايزين نعرف ثقافة الاختلاف. كان الدستور
وبدأ الإعداد لي، وأنا كنت بحضر في المناقشات الدستور في لجان الاستماع، وأعتقد أن الدستور يعني جاء بإرضاء جميع الشعب المصري. وأنا لي رؤية أو وجهة نظر، أنا لا أتمنى منظومة الإرضاء دي تستمر. ما فيش حاجة اسمها إرضاء لهوى، هناك في واجبات وطن وحقوق مواطن. إذا اختلفت حقوق المواطن مع واجبات الوطن لا حقوق للمواطن. ولذلك في حاجة هامة جدا حتى في تاريخنا الإسلامي، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الناس إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر لقد كنا نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، أو بعدما مات فلن نعطي الزكاة لأحد. شفت الإيه؟ الناس ابتدت في 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 الجنوب، حتى إن الناس ابتدت بالكلية عن الإسلام، وكانت لا تقام الصلاة إلا في ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد في اليمن. يرد سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوه لرسول الله لقتلتهم عليه. دي القوة الصحيحة. واجبات الوطن لا حق لمواطن عندها. ومن الذي يذكر هذا؟ هو أبو بكر الحليم. وينصحه عمر القوي أن يدرك ماذا يقول، لأن قوته لا تسمح له بهذا، ولكن القوة في الحق، القوة في الحق. فيمسك عمر من هنا ويقول أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوا لرسول الله، والله لقاتلتهم عليه، والله لأروين سقامهم بخالد. سيدنا أبو بكر حكم الأمة الإسلامية 22 شهر، قضى على الردة، وطد الدولة، وبعت الجيوش تفتح في سبيل الله. ده اللي احنا هنتكلم عنه، الرئيس القوي اللي احنا عايزينه، تمام؟ لكن حق المواطن، سيدنا أبو بكر حكم 22 شهر. وبرضو بالشيء يذكر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، تمام، كان حكمه 22 شهر فقط، تمام. وبالمناسبة ديت هو أحد أبناء مصر، اتولد هنا في مصر، اتولد في حلوان. أيوة، عشان بس المعلومة تعرف إن الناس تعرف إن قيمة المواطن المصري. الحاجة التانية على فكرة، عمر بن عبد العزيز له مشهد. جاء الرعاة يسألوا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، يا أمير لقد رأينا الذئب يرعى الغنم، حاجة كبيرة جدا. طبعا. قال أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. برضو هنعوز رئيس مخلص، هنتكلم في موضوع الرئيس. لأن حد طيب قول لي أول حاجة. أول حاجة رئيس قوي، قوي، تمام، والإخلاص رقم. تاني حاجة رئيس مخلص. تالت حاجة رئيس عبقري. هل تقدر تجمع التلات صفات دي في واحد يتفق عليه الشعب؟ لأن احنا ايه، ممكن نطلع من مولد سيدك الدستور نخش على مولد سيدك الرئيس. مش عايزين، احنا عايزين شعب خرج امبارح وأول امبارح ليسطر ملحمة تاريخية وهنتكلم عنها. بالنسبة لحقوق الفرد، يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب، شفت القيادة في الإسلام إزاي؟ على فكرة إحنا عايزين نعمل مقارنة، أنا عايز أعمل دراسة مقارنة بين الواقع الذي نراه الآن عن المسلمين والواقع الإسلامي الأصلي. دي الأصول اللي إحنا المنابع اللي مفروض نتعلم بها. يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب، هذا الرجل قد قتل زيد بن الخطاب في حروب الردة، وكان أحب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر زيد بن الخطاب، فيقول له عمر إني أبغضك. الرئيس بيبغض واحد من الرعية، ولكن رد هذا الرجل الذي يعرف قيمة الاختلاف اللي احنا بنتكلم عنه، يقول له أو بغضك لي ينقصني من حق شيء وأنت أمير المؤمنين وأنا واحد من الرعية؟ يقول لا والله لك كامل الحق. يرد عليه ازاي؟ ابغض أو لا تبغض فإنه لا يبكي على الحب إلا النساء. هذا هو مفهوم الحكم في الواقع الإسلامي الجميل اللي احنا الآن مش عارفين احنا ايه، بكل امان. فتم تصدير الدستور، وتم عمل الدستور من لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين، ثم كان واقع الاستفتاء على الدستور. وانا هتكلم على حاجة هامة جدا، انا كنت انتظر نتيجة شمال سيناء او واقع شمال سيناء بفارغ الصبر، لان احنا دايما بننبه ان ما يحاك في سيناء ليس من ابناء سيناء، هناك يد تعبث. حضرتك عندك حدود الشمالية من بورسعيد حتى رفح 240 كيلو، تمام، مفتوحة. الحدود الشرقية من رفح حتى طابة حوالي من 200 كيلو. الحدود الثانية اللي هي على البحر الأحمر 500 كيلو. حدود قناة السويس 173 كيلو. مين اللي بيحكم هذه الحدود؟ الله أعلم. إذن هناك من يدخل من تحت الأرض ومن فوق الأرض وممكن من السماء. هناك عصابات،
وهناك واقع قد يكون أجنبي وأنا أراهن على أنه أجنبي فعلا. فإحنا وتم القبض على عناصر أجنبية فعلا وتم القبض على عناصر أجنبية. لكن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، تعال إلى يوم الاستفتاء في محافظة شمال سيناء، وأنا هدي لحضرتك برضو خصوصية مركز بير العبد. كانت مش احتفالية، كانت عيد، عيد لأبناء سيناء. أنا عايز أقول لحضرتك على مفاهيم جميلة جدا مش عارف أحللها. اتخيل ان الشباب اللي امبارح طالع من السجن او من المعتقل بدون ذنب بعدما اخلت سبيله النيابة العامة والمحكمة، هو اللي طلع امبارح للدستور يقول نعم، والثلاث شهور اللي انت شفت فيهم المر، لكن نعم، نعم مش لحد ولا نعم لحزب، نعم لمصر. هي دي هي دي الاصالة في الشعب المصري. لا عيد بس عشان نوضح الجزئية دي، لان دي جزئية مهمة جدا. تمام، مش عايز اعديها. بداية مركز بير العبد ده مركز في شمال سيناء، نسبة الأمية فيه تقريبا صفر. تمام، وده من المراكز المتميزة، من المراكز اللي ليها دور كبير في إثراء يعني الكثير والكثير في شمال سيناء. هستكمل حديثي حول هذا الأمر، لكن نعرف